بالنسبه للانواع الاخرى من الراديشن، هي نون ايونايزنج راديشن اللي هو ما بيسببش تقيين للمواد اللي هو بيمشي فيها، زي مثلا ميديكال ليزرز. ميديكال ليزرز طبعا بتستعمل في العمليات الجراحيه. الحقيقه ميديكال ليزرز في منتهى الخطوره، لان هي طبعا ممكن تسبب مشاكل. هي طبعا بتستعمل في السيرجري، ممكن هي نستعملها عشان نقطع بيها حاجات، او ممكن نعمل بيها ابليشن لحاجات، يعني نحرق بيها بعض الانسجه مثلا اللي هي فيها اورام او حاجات زي كده. فالحقيقه في منتهى الخطوره، الباور بتاعتها ممكن تكون عاليه، وممكن ان هي تاذي الشخص يعني بشكل كبير الحقيقه لو تعرض ليها. فالحقيقه لازم يبقى فيه بروتكتيف جير، يعني اول حاجه ما نقدرش نبص عليها بشكل مباشر، فغالبا بنستعمل حاجه زي بروتكتيف جلاسز بالشكل ده كده. والبروتكتيف جلاسز دي الحقيقه بتعتمد على الويف لينث بتاع الليزر. الليزر بيبقى له مالتيبل ويف لينث، يعني كل نوع من انواع الليزر بيبقى لها ويف لينث محدد، فلازم نبقى لابسين البروتكتيف جلاسز اللي هي كومباتيبل مع الويف لينث اللي انا بشتغل بيه. طبعا بنتكلم على الحاجات اللي هي السكاترنج بتاع الليزر راديشن ده ممكن يأذي العين بشكل كبير، فطبعا مهم جدا ان احنا نلبس بروتكتيف جلاسز. وطبعا الاستعمال بتاع الليزر لازم يبقى في منطقه لازم يبقى فيها وورنينج ساينز، بحيث ان محدش يعني يخش كاجوالي كده وممكن يتعرض لاشعه من غير ما يكون واخد باله، وممكن تسبب له مشاكل في حاجات كتير. واحده من الحاجات دي اللي الناس ما تاخدش بالها منها كتير حقيقه، البلو لايت الحقيقه بيبقى مؤذي جدا للعين. يعني دي حاجه ممكن الناس ما تكونش واخده بالها منها، بس الحقيقه واحده من الحاجات اللي فعلا مهمه ان احنا نعرفها. في عندنا البلو كيورنج لايت اللي بيستعمل عشان مثلا في الحشو، بيتحط الحشو بعد كده يبقى الكيورنج لايت ده هو اللي بيخلي الحشو ده يعني يجمد، يعني يتحول لشكل سوليد، بحيث ان هو بعد ما يتشكل مثلا الطبيب بيشكله بيعمل له لايت ده عشان يبقى كيورد. فهو شكل الابليكيتور بيبقى شكله حاجه بالشكل ده كده، بيبقى الحقيقه محطوط فيها حاجه زي جلاس كده ملونه، حاجه اكنها بروتكتيف جلاس زي دي كده بالظبط، بحيث الطبيب لما يكون بيبص على المكان اللي بيابلاي فيه البلو لايت ما يبصش عليه بعينه مباشره. فدي حقيقه واحده من الحاجات المهمه، ما يستحسنش ان احنا نتعرض للبلو لايت بشكل كبير. على فكره في بعض حتى الكمبيوتر يوزرز بيستعملوا حاجه اسمها بروتكتيف جير كده او بروتكتيف جلاسز كده، بتخلي البلو لايت يبقى اقل ما يمكن. البلو لايت للاسف بيسبب مشاكل في الشبكيه، فيعني يستحسن ان احنا ما نبقاش بنستعمل بلو لايت بشكل كبير، او حتى لما يعني لما نكون بنستعمل حاجه فيها بلو لايت لازم ان احنا نبقى لابسين بروتكتيف جلاسز. الالترا فايولت الحقيقه واحده من الحاجات المهمه جدا اللي هي برضو بتاثر معانا جامد الحقيقه في الـ يعني على الـ الـ الاشخاص. الالترا فايولت الحقيقه بيعمل مشاكل، ان هو يعني ممكن ان هو يعني زي مثلا البلو لايت كده ممكن برضو يأذي العين، وممكن ان هو يعني عموما بيبقى له مشاكل كتير الحقيقه الالترا فايولت عموما يعني. فالحقيقه بنتكلم ان هو بيستعمل مثلا في النيو بورن جوندس اللي هو الصفراء بتاعت الاطفال، مرض الصفراء بتاع الاطفال. الحقيقه العلاج بتاعه ان هو يحط بيسكلي لامبس بالشكل ده كده، بتبقى الترا فايولت لامبس. الحقيقه اللامبس دي بتعمل رياكشن مع البيلي روبي اللي موجود عندنا في الدم، هو اللي بيعمل اللون الاصفر اللي هو للطفل اللي بيبقى في السن دوت، وبيكسره، لان هو الحقيقه الجوندس بينشا عن ان العصاره الصفراويه اللي هي المفروض تطلع من الكبد ما بتبقاش لسه ويل ديفلوبد، الكبد لسه ما بيكونش يعني في الحاله اللي هو كامله النمو بتاعته. فالحقيقه الالترا فايولت بيساعد على تكسير البيلي روبين، وبالتالي بيساعد على تخفيف الاعراض بتاعه الجوندس. فده بيبقى لازم نحط الطفل في يعني نحط فوقيه لامب كده، الترا فايولت لامب بالشكل ده كده، عشان تعرض جسمه للاشعه دي، علشان في الاخر يعني تسبب يعني تساعده ان هو يعني يبقى حالته احسن. وبالتالي هنلاقي هنا ان الطفل هنا لما بيتعرض للاشعه دي لازم نحط حاجه على عينيه علشان عينيه ما تاذيش من الاضاءه بتاعه الالترا فايولت. فدي حاجه مهمه جدا، لازم نحط بروتكشن اي وير علشان الطفل دوت ما يتعرضش، عينيه ما تتعرضش للاشعه دي ويحصل لها اضاءه.